بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم إخواني أخواتي، معكم الدكتور عبد الحليم فول من العيادة النفسية. قلنا بلي عندنا كتاب رسالة رائعة، الوسائل المفيدة للحياة السعيدة، الشيخ السعدي رحمه الله هو صاحب التفسير المشهور، يكلمنا على ما هي التقنيات اللي يقدر من خلال الإنسان يوصل الصحة النفسية ويبعد القلق ويبعد الهم. قلنا الشيخ السعدي ألف هذه الرسالة وهو على فراش المرض، كانوا الأطباء منعوه من مزاولة أي دور علمي، معناتها ما يكتب ما يقرأ ما والو، لكن هو وصلوا كتاب تاع ديل كارنيجي تاع القلق وبدا الحياة، كي شافوا قال أنا نكتب الخواطر نتاعي، العلاجات النفسية في الإسلام كيف توصل الإنسان إلى الصحة النفسية ويكون بعيد عن الهم والقلق والحزن ويقدر يوصل إلى السرور. مدينا مجموعة من النقاط اللي قدمهم الإمام السعدي، وصلنا 11، النقطة رقم 11 اللي هي أن لا يسترسل في الأوهام والخيالات، وقلنا بلي هذا يتوافق مع العلاجات النفسية الحديثة، العلاج النفسي المعرفي السلوكي، أنه نغير الإنسان الأفكار نتاعو باش تولي أفكار عقلانية يبعد من خلالها على الأمراض النفسية. رقم 12 اللي قال عليها العلاج رقم 12 هو اعتماد القلب على التوكل على الله. التوكل معناتها أي واحد اللي عنده مشاكل أو يعاني من أمراض نفسية، من هموم أو يعاني من الغم، من الخوف، من الغضب، من الحزن، يبدأ يعالج نفسه من خلال التوكل، يشوف كتاب، يقرأ أي موضوع على التوكل ويحاول يعالج نفسه. لماذا؟ لأنه هنا هو يكلمنا وش قالنا رقم 12، العلاج رقم 12 بالنسبة له اللي هو التوكل. وما تعتمد القلب على الله وتوكل عليه ولم يستسلم للأوهام ولا ملكته الخيالات ولا ملكته الخيالات سيئة، معناتها لم تتملك عقله وقلبه وفؤاده، ووثق بالله وطمع في فضله اندفعت عنه بذلك الهموم والغموم. معناتها الإنسان كي يتوكل على ربي سبحانه يتبعد بزاف عليه. ما معنى التوكل؟ وكأنه أنا أسلم أمري إلى الله، ربي هو اللي يعرف يدبر لي أموري، ماشي معناتها أنا أتواكل. فرق كبير بين التوكل والتواكل. التواكل أنه الإنسان ما يبذلش الأسباب ويقول بلي أنا متوكل، هو خطأ. لا لا، التوكل الحقيقي أنه الجوارح، أنا نقطع روحي باش نوصل لأهدافي، لكن القلب متعلق ماشي بالأسباب، متعلق برب الأسباب اللي هو الله سبحانه وتعالى، ونكون مطمئن أنه كل حاجة بيد ربي. هذه مهمة تبعد عليك بزاف الأمراض. وتداول العلاج رقم 12 هو التوكل. قال وثق بالله وطمع في فضله اندفعت عنه بذلك الهموم والغموم وزالت عنه كثير من الأسقام البدنية والقلبية، ما تحت الأمراض الجسدية من خلال التوكل إنسان قادر يعالجها. مهم، فكم ملئت المستشفيات من مرضى الأوهام والخيالات الفاسدة، وكم أثرت هذه الأمور على قلوب كثير من الأقوياء فضلا عن الضعفاء، وكم أدت إلى الحمق والجنون والمعافى من عافاه الله. معناتها كاين بزاف ناس في المستشفيات بسبب هادو الافكار تاع الاوهام والخيالات وهادو اللي قلنا عليهم في الحصه السابقه، وقلنا حتى العلاج المعرفي السلوكي في العصور المتاخره ولا في السنوات المتاخره، واللي قلنا بلي الانسان يمرض بسبب الطريقه اللي يفكر بها، بسبب الطريقه اللي يفسر بها الاحداث، الاوهام والخيالات. حتى العلاج المعرفي هو يعتمد على تغيير النمط الفكري الذي يؤدي الى المرض، انا نغيره الى نمط فكري يؤدي إلى الصحة النفسية. وهذا اللي قال عليها التوكل من بين أهم الاختيارات اللي اختارهم الإنسان بطريقة واعية بطريقة قلبية، يثقف في الموضوع حتى يوصل إلى مرحلة التوكل ويبتعد على الاضطرابات والأمراض. قال هذا الأمر، الناس اللي خافوا الخيالات الفاسدة يوصلوا إلى المرض حتى ولو كانوا أقوياء، فما بالك إذا كانوا ناس ضعفاء. قال والمعافى من عافاه الله ووفقه لجهاد نفسه لتحصيل الأسباب النافعة المقوية للقلب. معناتها التوكل هي من بين الأسباب اللي الإنسان دائما يحاول يحصلها. وش معناتها يحصلها؟ ما يستناش عقدك يقول لك أنا راني خايف وما عباليش علاش، بدا تعالج ذاتك، حكم كتاب، اقرأ، دير دورة، اسمع أي موضوع يحكي على التوكل باش تعالج نفسك من الأوهام والخيالات. وقال باللي هذه الأسباب راح تدفع عنك القلق. وبعدها قال قول الله سبحانه وتعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه،
أي كافيه جميع ما يهمه من أمر دينه ودنياه. معنى الإنسان اللي يتوكل على الله يتعلق قلبه بالله راح دائما يطمئن ودائما يهدأ، وهذه بزاف مهمة لازم نركز عليها. قالنا فالمتوكل على الله قوي القلب لا تؤثر فيه الأوهام، أنا متوكل على ربي. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه الكلمة حسبنا الله ونعم الوكيل ترجعك قوي. لماذا؟ لأنه أنا متوكل على الله. ولا تزعجه الحوادث لعلمه أن ذلك من ضعف النفس ومن الخور والخوف الذي لا حقيقة له، ويعلم مع ذلك أن الله قد تكفل لمن توكل عليه بالكفاية التامة. هذه اللي قال مع الأول من يتوكل على الله فهو حسبه كفاية التامة، فيثق بالله ويطمئن لوعده فيزول همه وقلقه ويتبدل عسره يسرا وترحه فرحا وخوفه أمنا. فنسأله تعالى العافية وأن يتفضل علينا بقوة القلب وثباته بالتوكل الكامل الذي تكفل الله لأهله بكل خير ودفع كل مكروه وضير. آمين آمين. ربي رزقنا التوكل. أي واحد راه يسمع فيه الآن رقم 12، العلاج رقم 12 هو اعتماد القلب على الله من خلال التوكل. حاول تراجع هذا الأمر، ودائما نقول أنا في الحصص أنه ما تستناش هذه المعلومات يجوك هكذا، لا لازم أنت تسعى لهم، أنت تروح تبحث. راك تسمع فيه الآن غير تكمل الحصة وبدأ تشوف أي موضوع تاع التوكل، سمعوا كتاب التوكل سمعوا، وربي يوفقنا جميعا. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام، والسلام عليكم ورحمة الله.